عشان نعمل طاجن لسان عصفور بالعدس هنستخدم زيت زيتون، ثوم مفروم، عصير طماطم، ملح وفلفل وكمون، عندي عدس اسود او عدس بجبه، المفروض يبقى منقوع بس احنا سالقينه عشان وقت البرنامج، فانتوا لو هتعملوه على طول مفيش مشكله. هتنقعوه بس وبعدين تستخدموه ني يعني، وهيستوي كله مع بعض ومفيش مشاكل، بس هتحطوه الاول قبل لسان العصفور. انا عشان سلقاه نص سلقه هحطه كله مع بعضه، وعندي طبعا كوبايه ونص من لسان العصفور هنشوحها الاول شويه في الزيت، وبعدين لو انا مش سلقه العدس هرفعها من الووك، وبعدين ابتدي امشي في الخطوات وادي غلوتين ثلاثه للعدس، وبعدين انزل لسان العصفور. احنا بقى هنعمل الخطوات كلها مع بعضها عشان احنا سلقين العدس نص سلقه. العدس طبعا زي ما انتم عارفين بننقعه، بنرمي ميه النقع، وبعدين بنرفعه على النار بميه سخنه يكون فيها معلقه كمون ومن غير ملح. تمام، سخنا الووك، هنحط معلقه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، زيت ذره. هي اصلا الوصفه دي صراحه من غير الصيام بتتعمل بزيت، ما بتتعملش بزبده ولا بسمنه، هي الاكله دي كده. في اكل كتير من الاكل المصري الارديحي ما بيتعملش بسمنه. أرديحي دي انا قلت لكم اكتر من مره عشان الناس اللي بتتفرج علينا من بره مصر، أرديحي دي يعني نباتي، يعني ما فيهوش لحوم. فهنحط هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، حطينا معلقه الزيت ونزلنا لسان العصفور، يبقى حطينا معلقه زيت، حطينا ملح وفلفل وكمون، حطينا ثوم مفروم بعد ما لسان العصفور بدا يتشوح كده. خلاص هو كمل تشويحته، والثوم كمان طلع ريحته والكمون طلع ريحته. هنزل بقى العدس يا بسمة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المقدار عندي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وشفتوا بقى الطشة دي، يعني احنا ما خسرناش السخونية اللي احنا عملناها، وبالتالي الوقت كمان هيبقى متحكمين فيه. هو على فكرة ما قدموش خلاص اكتر من 10 دقايق.